برضو قبل دقائق من بدايه لقائنا النهارده اللي هنشوفه مع حضراتكم وهنتابعه لحظه بلحظه احد اللقاءات الكبيره على فكره اسماعيلي واتحاد سكندري سواء في استاد الاسكندريه او في استاد الاسماعيليه زمان، يعني دائما وابدا تبقى ضمن اللقاءات الجماهيريه. ادي ضربه الجزاء اللي تم احتسابها يمكن على مصر للمقصه، حكمنا الكابتن وليد عبد الرازق في اللقاء مصر المقصه وسموحه. ادي الاعاده وضربه الجزاء النهارده، هتكون معانا فقره خاصه مع الكابتن رضا البلتاجي حكمنا الدولي عن طبعا كل الحالات التحكيميه. عبد الواحد السيد تدخل لكن احتسب كابتن وليد ضربه جزاء واستطاع على علي المتالق ان يحرز هدف التقدم للرحمه في لقاء اليوم. ادي هشام فتح الله والكرات العرضيه والاختراقات سواء من الجبهه اليسرى واليمنى، وهشام يعني بمراوغه رائعه جدا جدا وكره عرضيه كابتن اسماعيل.